الآن موجز 11. أهلا بكم. أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي عن جهود قوات حرس الحدود في الفترة من 16 حتى 12 من فبراير الجاري، حيث أكد المتحدث نجاح القوات في ضبط 2770 شخصا خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية، كما تم ضبط 24 عبوة ناسفة فضلا عن اكتشاف وتدمير عدد 4 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء. هذا وتواصل تلك القوات جهودها في القضاء على العناصر الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي على الاتجاهات الاستراتيجية كافة. تقوم اليوم وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد بزيارة إلى محافظتي قنا والأقصر، وذلك لتفقد عدد من المنشآت الطبية للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزيرة لكافة المحافظات، حرصا منها على متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه، مشيرا أنه من المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها بمحافظة قنا وتستهلها بمستشفى قفط المركزي. يبدأ اليوم رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس الفريق مهاب مميش زيارة إلى روسيا، حيث تأتي تلك الزيارة لإنهاء المفاوضات بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد. وأوضح مميش أن الزيارة تستغرق 4 أيام وتتضمن زيارة وفد الهيئة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة دوبنا الروسية والتعرف على خبرات الجانب الروسي في إدارة هذه المناطق، فضلا عن إجراء لقاءات ثنائية بين الجانبين حول المنطقة الصناعية الروسية ولقاءات مع كبرى المستثمرين الروس. يبدأ اليوم وزير الخارجية سامح شكري زيارة إلى أيرلندا لبحث سبل دفع العلاقات بين البلدين، فضلا عن المشاركة في الاجتماع التشاوري المصغر لوزراء الخارجية حول الشأن الفلسطيني. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه من المقرر أن يلتقي شكري كل من رئيس جمهورية أيرلندا ورئيس مجلس النواب الأيرلندي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، كما يشارك شكري في جلسة نقاشية بمعهد الشؤون الدولية والأوروبية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة طلبت من بريطانيا وألمانيا وفرنسا استعادة أكثر من 800 مقاتل في تنظيم داعش الإرهابي اعتقلوا في سوريا بهدف محاكمتهم. جاء ذلك في تغريدة له على تويتر موضحا أن القوات الأمريكية ستضطر إلى إطلاق سراحهم في حال رفضت تلك الدول تسليمهم، محذرا من أن ذلك سيكون خيارا سيئا سيقود إلى تسلل هؤلاء المقاتلين إلى أوروبا. يواجه الزمالك اليوم إنبي في 6 مساء على استادي بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات الأسبوع 22 من الدوري الممتاز. هذا ويسعى الزمالك للفوز للحفاظ على صدارة ترتيب الجدول برصيد 48 نقطة، فيما يأتي إنبي في المركز 15 برصيد 21 نقطة. نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ونلقاكم في نشرة إخبارية مفصلة في 12:30. إلى اللقاء.